اطلاقا بان البرتغال ستصل الدور ايضا ساقطا مرة اخرى ويتألم. هذه دموع ماذا يا كريستيانو؟ أوه 2004 كانت دموع الخسارة، فهل تكون دموع الإصابة يا دون؟ نعم، وربما في قرارة نفس أنه غير قادر. يا إلهي، ما الذي يحدث؟ ما الذي يشاهد الدموع؟ هذا التدخل، هذا يا إنجليزي يا كلاتين بإصابة، هذا التدخل القاسي. ولاحظ هنا وكأن هذه الجرادة ودموع كريستيانو.